مصر محققة 14 ميدالية في رفع الأثقال من 38 ميدالية، فهو رقم كبير جدا. بعد كده المصارعة، عندنا الرياضات دي بتبقى فعلا رياضة شهيدة لأنها ما فيهاش اهتمام خالص شبه الاهتمام اللي بيجي على الكورة مثلا وعلى الألعاب الجماعية. الصناعة مش موجودة بالشكل اللي يليق باسم مصر وتاريخها في اللعبة دي، والبطل هنا لما بيوصل لميدالية ما بيلاقيش الاحتواء الكامل ماديا زي اللي بره، فطبعا بيبقى دعاية سلبية طبعا للرياضة مستقبلا. طبعا هيأثر كتير جدا، يعني ان انت كل كادر يطلع يمشي بره هتيجي بعد كده مش هتلاقي الكوادر اللي هتقدر تطلع الشيء اللي ممكن تنجح، بس التميز ده قصة تانية. للأسف احنا عندنا يعني الشباب اغلب طموحهم ان هو يسافر بره، هو فاكر ان هو هيسافر بره هيلاقي الشنط مليانه يورو ودولارز وريالات والكلام ده كله، مش عارف ان العمليه صعبه، فهو اغلبهم بيبقى مسافر عشان تحسين يعني تحسين ظروفه الماديه، او هو شايف ان هنا الامكانيات المتوفره مش مناسبه ليه.